لمزيد من التفاصيل حول جلسات الأسبوع الأول للحوار الوطني، خصوصا وأنها تأتي ما بين التنوع والتكامل ويتوازان مع بعضهما البعض هذان الجزئين. معنا الكاتب الصحفي جمال رائف. أستاذ جمال، شكرا جزيلا لك في البداية، وخليني أروح معك سريعا للجلسات التي تم تحديدها الأسبوع المقبل، سواء كانت في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي. ما هي الأولويات وأولويات الضرورة التي تراها في النقاشات التي ستبدأ الأسبوع المقبل؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. يمكن بالتأكيد الجميع الآن يتطلع لمتابعة جلسات الأسبوع الأول من الحوار الوطني، خاصة أن هذه الجلسات زي ما حضرتك قلت الآن بتأتي بشكل متوازي. جميع المحاور لديها الآن جلسات للنقاش، وهذا أمر في غاية الأهمية. ومن ثم هنا حالة الزخم الفكري الآن حاضرة في الجلسات خلال الأسبوع القادم. أعتقد أن الأولويات في الحقيقة يعني متساوية. يمكن أن نتحدث أن كافة الموضوعات ذات أهمية، خصوصا أن الموضوعات المطروحة الآن هي نتاج جهد على مدار العام الماضي، وهذا الجهد هو يعني ما خلصت إليه الأمانة العامة والأمانة الفنية من حصر لكافة الموضوعات التي تم إرسالها سواء من المواطنين أو حتى من الأحزاب طبعا والشخصيات العامة وغيرهم من قاموا بإرسال مقترحات وأفكار للحوار الوطني. ومن ثم كافة المواضيع الآن المطروحة في غاية الأهمية، ولكن تظل طبعا الموضوعات الاقتصادية هي الموضوعات التي يعني أستاذ جمال رائف. أستاذ جمال رائف، إذن على ما يبدو بأننا فقدنا الاتصال بالأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي الحوار الوطني. بكل تأكيد أيها السادة، هو خطوة هامة في طريق الجمهورية الجديدة. رجع إلينا مرة أخرى أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. معنا أستاذ جمال. مع حضرتك يا فندم. حضرتك كنت بتتكلم على أن المحور الاقتصادي هو محور هام للغاية، ومجلس الأمناء امبارح قال بأن القضايا ذات الطابع الاقتصادي تمثل أولوية. تفضل يا فندم، كمل النقطة دي. بالتأكيد يمكن كنا بنتكلم طبعا من كافة الموضوعات مهمة، لأن هذا نتاج جهد كبير من حصر كافة الموضوعات التي تشغل بال الشارع المصري، ولكن يظل المحور الاقتصادي هو المحور الأبرز، لأن نتحدث عن مش تحديات محلية فقط، ولكن تحديات عالمية، متغيرات دولية وإقليمية أثرت على اقتصاديات دول العالم بشكل عام، ومن ضمنها طبعا الدول النامية، وطبعا مصر من قلب أو في قلب العالم، وتتأثر كما تتأثر كل دول العالم، وبالتالي التأثيرات على صعيد الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي وما يتعلق بالتضخم وزيادة الأسعار، ما يتعلق أيضا بمضي الدولة نحو خططها التنموية ودون التنازل عن الأهداف التنموية، هذا أمر مهم للغاية. وأعتقد أن هذه هي المعادلة المهمة التي يسعى الحوار الوطني الآن لإنجازها، فكرة كيف سوف نواجه هذه التحديات الاقتصادية العالمية، وأيضا لن نتنازل عن خططنا التنموية وأهدافنا التنموية، لأن الدولة المصرية في الحقيقة أنجزت الكثير والكثير من المسارات المهمة على صعيد التنمية والبنية التحتية وبناء الإنسان والكثير من الأمور، زي مثلا مبادرة حياة كريمة وغيرها من المجالات التي تساهم بشكل حقيقي في بناء دولة حديثة. ومن ثم لا يمكن أن نتنازل عن هذه المسارات وعن هذه الأهداف نتاج هذا التحدي، بل علينا أن كيف يمكن البناء على هذه المكتسبات. حضرتك اتكلمت عن حياة كريمة، وحياة كريمة هو أيقونة الجمهورية الجديدة. حضرتك اتكلمت عن تكافل وكرامة، وهناك يعني أكثر، يعني لو تسعفني الذاكرة، أكثر من 2 مليون مستفيدين، وتم زيادتهم ل 3 أو 4 مليون تكافل وكرامة. كيف يتم الحفاظ على هذه المكتسبات الآن، وما سيكون في جلسات الحوار الوطني والبناء عليها من وجهة نظرك، وأنت كاتب صحفي وبكل تأكيد تقابل العديد من الناس في الشارع يوميا؟ يمكن هنا بقى الرهان على العقل المصري، هنا الرهان على الفكرة التي تخرج من الحوار الوطني وتكون فكرة خارج الصندوق وفكرة ذات يعني إمكانية ذات جودة، وأيضا يمكن تنفيذها على أرض الواقع. عشان كده كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية رهنت على العقول المصرية، رهنت على قدرة
المشاركين في الحوار الوطني على انجاز الفكره، لان الهدف الحقيقي من الحوار الوطني هو انتاج الفكره، هو كيف سوف ننتج فكره نستطيع من خلالها ان نخوض يعني غمار هذا التحدي القائم الان، سواء على الصعيد البناء السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، ونمضي نحو الاهداف التي نتطلع اليها، لان الجمهوريه الجديده هي جمهوريه الفكر، جمهوريه الابداع، ومن ثم لا يمكن ان نتنازل عن اهدافنا وعن تطلعاتنا لان واجهتنا بعض التحديات، بل علينا ان نمضي في مواجهه هذه التحديات من خلال ابتكار العديد من الافكار. اعتقد ان الكثير من اللجان الاقتصاديه، يعني بنتحدث طبعا عن نصيب الاسد داخل المحور الاقتصادي، بنتكلم على 8 لجان بهم موضوعات في غايه الاهميه سوف تمكن الدوله من وجهه نظري في تحقيق هذا الهدف، سواء فيما يتعلق بالاستثمارات العامه واللجنه المختصه لهذا الامر، والدوله بالفعل مضت نحو سياسات الملكيه العامه وطرح بعض الشركات في البورصه، اذا هناك خطوات ممكن البناء عليها، ايضا تمام. فيما يتعلق طبعا بالاستثمارات الخاصة، وهناك أيضا لجنة في المحور الاقتصادي مختصة بهذا الأمر. طبعا الآن أيضا خاضت يعني في مجالات جديدة زي مثلا الرخصة الذهبية والشباك الواحد، وبالتالي أيضا من الممكن البناء على هذه الخطوات وطرح أفكار جديدة أيضا تجذب المستثمرين يعني سواء الأجانب أو المحليين صحيح استثماراتهم في الداخل المصري. فيما يتعلق أيضا حتى العدالة الاجتماعية وكيفية الحفاظ على النمط الخاص بالعدالة الاجتماعية القائم الآن، زي ما حضرتك كنا بنتحدث منذ قليل على مظلات الحماية المجتمعية أو صحيح. حتى يعني تكافؤ الكرامة، حياة كريمة وغيرها. ده تكافؤ الكرامة يا أستاذ جمال بيستفيد منه أكتر من 5 مليون أسرة، يعني حتى الآن خصوصا وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدخل 1 مليون أسرة جديدة ضمن تكافل وكرامة. دي نقطة مهمة، دي نقاط مهمة للغاية حضرتك بتتكلم فيها، ونقاط يمكن البناء عليها في النقاشات القادمة. ولكن السؤال الأخير لحضرتك، كيف تقلل إدارة الحوار من الفجوة بين أولويات النخب الآن والمثقفين مع أولويات المواطن العادي في الشارع في كل هذه اللجان التي تحدثت فيها وهي أولويات داخل الحوار الوطني؟ يمكن هذه نقطة في غاية الأهمية، ويمكن الجميع يجب أن يعلي من الأولوية الخاصة بالمواطن المصري، وأن يبحث في كافة المحاور عن مش زي الحزب أو الشخصية العامة أو الائتلاف أو يعني تجمع شبابي أو غيرها من المجموعات المشاركة في الحوار. الجميع يجب أن يبحث فقط عن أولوية المواطن المصري، ماذا يحتاج المواطن المصري سواء على صعيد البناء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وأن يكون لدى الجميع يقين أن هذا الحوار جاء لاستكمال البناء. صحيح. وهذه هي النقطة المفصلية في تحديد الأولويات. تحديد الأولويات هنا مرجعيته الحقيقية هو أننا نستكمل البناء، وبالتالي ما هي الخطوات التي نحتاجها لاستكمال البناء السياسي مثلا للدولة أو البناء الاقتصادي أو البناء في المحور الاجتماعي. علينا أن نبدأ من حيث انتهينا ولا نبحث عن البداية من نقاط يعني صفرية، لأن هذا صحيح. سوف يهدر الكثير من الوقت ويجعلنا نهدر أيضا ما قمنا به من مجهود خلال الأعوام الماضية، بل ما تحقق خلال 8 سنوات الماضية صحيح. هو إنجاز يعني يقترب للإعجاز. وهذا بكل تأكيد التحدي الأكبر الآن، كيف يمكن البناء على مكتسبات ال8 سنوات الماضية في ظل أن كل الأطياف والفئات الآن تتحدث داخل هذا الحوار الوطني بلجانه 19 وقضاياه التي يبلغ عددها 113 موضوعا. الكاتب الصحفي جمال رائف، شكرا جزيلا لك.